الله يحفظك يا حسن، الله يحفظك، يعطيك الصحة. من فضلكم خلوا وليد الخشري يضرب عليه، خلوا الناس هزوز اللي يكسر عليكم. السلام ورحمة الله. ميسي رشيد مرحبا بك. ميسي رشيد مرحبا بك في ولاية خنشلة. ميسي رشيد عندي سؤال، تفضل. وعندي فكرة بغيت نطرحها. ميسي رشيد حنا عندنا اللي يدي الباك لازم كي يطلع كيحب يطلع وقت اخاوتي واش تبرك اجماع ولا تبسد الحلقه صايب لا عندنا وقت الفيديو عندنا الاولاد نتاعنا ولادنا اللي يحبوا يطلعوا باش يقراوا في فرنسا يعاودوا يقريو بالباك نتاعو بالك بالماستر بالك يعاودوا يقريو وكيجينا واحد من ليه يجي يخدم بلا ما يعاود يقرا صافي حنا الباك تاعنا والمنهج الدراسي تاعنا راهو ماهوش معترف به صافي حنا نحبوا نديروا تغيير كلي بصح كل المشكل مع التعليم في الجزائر واحد اللي عنده ماجستير هنا في الجزائر في فرنسا عنده باك بلس ولا يعطيك الصحة حنا بغينا تغيير كلي تغيير كلي في المنهج الدراسي يعني احنا كي كنا صغار جامي حلمنا بالرأسمالية اللي يقول لك الاستاذ واش تخرج واحد يقول له طبيب واحد بوليسي واحد قاضي واحد عسكري واحد كذا واحد جامي سمعت انا ولا انا قلتها جامي سمعت واحد قال له ندير وزين ندير شركة بغيت ندير كذا ويسكوما والفونا غير على الاشتراكية فكرة إدارية يعني فوالا هذه واحدة ثاني حاجة ميسيو رشيد وزارة التربية والتعليم وما يصلحش عقل واحد يتحكم في عقول كل تلاميذ وطلبة عقل واحد لازم نديروا مجلس التربية والتعليم في خمسة يخيروا خمس دكاترة ودي بروفيسور هما اللي يعينوا المنهج الدراسي ويقراوه ويديروا له كل شيء نتاعو ويطرحوه لازم يقويوا العقل الجزائري احنا عندنا قوة بشرية شبانية بس من غبريت ما بغيتش اخي ما عندي ما تدخلني فيها فهمني احنا عندنا قوة بشرية شبانية صافي ما تقريوناش وش راكم باغيين وش راكم بغيتوا العقل اللي يتحدد فيه احنا بغينا اعطيونا كل الحرية في الدراسة ولازم نقراو وش رانا حابين احنا مش تحتم عليا كي ندي اكزامبل باك بكاتورز نخير انا فكرة ومن بعد وش يقولك اها ام خيروها بزاف نعطيوك هذه ومحتم تقرا هذه زيد قرات انا شي وقت خليه هو يهضر دوكا خويا اعطينا دوكا نعطيك الكلمه ابقى بغل بلا شي القرايه ميسي رشيد اعطينا الكلمه انت كرئيس كي تطلع رئيس ان شاء الله كيفاش بويسكو التعليم هو اساس الدوله باش نعطيها لك يعني رسمي في وقت بومجد على بالكم باللي مستوى تاع الجامعه الجزائريه كانت ما شاء الله بالعالم كانوا يجوا هنايا في الجزائر في الجامعه الجزائريه باش يقراوا واليوم في هذوك 20 سنه اللي فاتوا كاع المستوى تاع التعليم في الجزائر وتاع الجامعه رشيد رشيد رئيس بلديه تاعنا والثقافه المتوسطه ولا بها ثلاث فترات اشمع مستوى تاع التعليم في الجزائر نطلعوه ان شاء الله التعليم العالي تعبوا على 10 خطرات واش راه اليوم شوفوا اشمع يهضر معايا رشيد بعد غادي في كل ولايه رشيد كاين والي برك خلوه يهضر حنايا في البرنامج نديروا واتساب تاع اللاعب الوالي اللي يتكلم بالاقتصاد يعني هو اللي يجيب الشركات في الولاية هذه الشركات هما اللي يخدموا الشبيبة ان شاء الله وهذا لاعب الوالي هو اللي يتكلم بالمادة الاصطناعية ما عنديش مشروع مع
النخبة حقيقة عندي شي خاص نتناقش مع المناظرة جماعة المناظرة جماعة بالاخر باللي راح يتيريو علينا ينكدرنا مظاهرات مره اخرى شفتها اسكو اسكو احنا عندنا حق في هذه البلاد كمشطوبين من الجيش ولا ما عندناش حق اذا كان عندنا حق انا اللي خادم 5 سنين بالقوات الخاصه وتشطبت لي قرارات تاع الزوفيه تهوزت من الجيش على حاجه ما درتهاش ودركا اسكو اذا كان عندنا حق في هذه البلاد سواء في الخدمه ولا يريقلونا في رباي ولا في كاش ولا ما كانش يعطيو لنا الفيزا برك خلينا نخرجوا من هنا ما نزيدوش نرجعوا اخذت جوابك شوف بدفع مليح ونقولها على المباشر المشكل تاع مشطوبين تاع الجيش واللي كافحوا الارهاب شوفوا لو كانت دوها ان شاء الله 18 افغين ان شاء الله شوفوا شوفوا مليح عادوا من ذاك ان شاء الله 19 افغين ان شاء الله ادي له اللقاء ان شاء الله مع الناس اللي بثلوا مشطوبين واللي كافحوا الارهاب وتسيبوا حل ونعطي لهم حقوق تبعهم خلي جاوبني مسيو رشيد شوفوا اي واحد شوفوا جاوبني اي واحد اللي عنده خلي اختاوى جميعي وي تيارك استاذ انجليزي استاذ انجليزيه على بالكم باللي انجليزيه كتبوها اللغه الاجنبيه الاولى ونستنى السياحه باش نقدروا نخدموا مع لي زيترونجي هكذا وي على بالكم باللي تركيا هي بالسياحه ثقافيه تخدم 5 ملايين لغه وان شاء الله لغات اجنبيه وان شاء الله مع الجزائري اللي عنده مستوى جامعي شفتوا اللي عنده باللغه الانجليزيه نخدموهم ونخلصوا مليح ان شاء الله تغيير سلمي تغيير سلمي
التليفون في الهاتف التليفون لك حتى للدار هذا هو الحل تاعنا. نخدم في قطاع. اسمح لي دقيقه برك وراك تسكن بعد اكزاك. شوف انا راني في جيبوا لك الارجي ماشي التليفون ما كان عليها روح شو دير عليه دوار شوف هيدين اسمع
ليتيب نتاع الدم لا شيانك ما عندناش نشريو فيها انا نشري فيها بصوارتي للناس هم يعانيو جابوا لنا سيليكسيون من الجي نتاع لي باتيت سي ومالينا كل داروا لهم المرض انه رامي يخلصوا فيها بالصوارت يخلصوا فيها بالصوارت راهم همشونا سيرتو تاع الادماج هذه تاع الادماج راهم همشونا خلوني تاع الادماج راهم همشونا انه احنا جامعيين نديو في 800,000 و42,000 الكازورات تدي لا فارماسي تدي رحنا غلبنا الصحين تاعنا راهم همش مالينا راهم كل مرض انه تسنى الطبيب الدكتور يخدم هاي جوبك بعضك شوفوا على بالكم جاوبني على اخويا ارجع اخويا شوفوا مع هادو 3 بلايير دولار على بالكم كنا قدرنا نبنوا في كل ولايه في 48 ولايه واحد مستشفى كبير داو كاع الشعب الجزائري هاكم تسمعوا ولا لا وعلى بالكم بلي كان 10,000 طباء جزائريين اللي تكونوا في الجزائر في الجامعه الجزائريه وراهم يخدموا في فرنسا في بلجيكا وفي كندا هذا شوفوا ان شاء الله انت اسمع الهدف تاعنا الهدف تاعنا الرئيس الزرس نطلبوا اجي شوف نطلبوا بكل الجزائر الله يحفظك الله يحفظك نطلبوا بكاع الجزائريين الطب الجزائري اللي راهم في فرنسا اللي راهم في كندا اللي راهم في البلكان يرجعوا للبلاد يداو اولادنا وخلصوهم مليح ان شاء الله ونوفروا لهم مدرسه اولادهم باه يداو الشعب الجزائري الضوالي بلا ما يروح لكليك اسمع يا خويا بالعقل الحمد لله اليوم راك جيت للولايه خجلة مرحبا بك اليوم راك جيت للولايه خجلة وزاد كونديدا تاع لي سيليكسيون بريزيدونسييل راهو من حقك ترشح راك رئيس عجبني البرنامج تاعك منذ سنين وراك جاهد وضربوك وتحقرت والحمد لله حتى اليوم في ولاية خرجلة حاولوا يمنعونا يمنعوك ولكن الجرعة والحكمة تاع الشباب هاو الغش اللي جاك اليوم الحمد لله تبسوا عام ما شاء الله احنا واش نحوسوا ما نحوس لي بروبليم سيكوندير لا برينسيبال احنا نحوسوا على النقاط الأساسية في الجزائر مثلنا 60 اتفاقية ايفيون رانا مستعبين جدد احنا واش نحبوا تأمننا المؤسسات الاقتصاد نتاعنا نهار العملة نهارت الجوع كثر امراض كثرت جريمة المنظمة جريمة المنظمة كثرت الاموال سرقوهم وين توصلت بنا مؤسسات نتاع دولة ولات ملكية ليهم ولات ليهم المناصب ليهم الاطارات ليهم احنا واش نحبوا اول حاجة تبني بها الدول وتبني بها الدول في شمال افريقيا ولا في اي دولة في العالم استقلالية القضاء الجزائري استقلالية القضاء ونحيو علينا الاشخاص اللي تعداو 60 سنة شبيب الادارة ونحبوا الايه على 13 بارك الله شحال ونحبوا الشباب لان راي اخر فرصه الحمد لله هذه اخر فرصه لولايه خرجلة والجزائر الحمد لله اذا ما كان جديد راه جينا عهده المجهول رانا نضيعوا رانا نموتوا اكسبتي لا شونج افيك لكاز سي مون بريزيدون الله اكبر الله اكبر
الله اكبر راشد بن كاس، الله اكبر راشد بن كاس. حبك تقول لنا على خطوات نتبعوهم، على شروط نتبعوهم، على حدود ما نتجاوزوهمش. حبك تهضر معانا احنا ومع 48 ولايه، واش تقول لنا؟ تكلم معنا. شوفوا يا جماعه، يا جماعه خشنا الشوية ما شاء الله. اجا شوف، اجا شوف، اجا شوف، واش تخافوا؟ على بالكم، على بالكم اللي احنا العبدوا بالفوت، احنا يا الشعب ديمقراطي، احنا يا الشعب سلمي، احنا يا الشعب حضاري ما شاء الله. واليوم يبارك فيكم، واليوم بينكم الجزائر كامله، بل الشعب الجزائري حضاري سلمي قانوني. رشيد اول كرطوشه، رشيد سيدي واحد رشيد اول كرطوشه في الجزائر 3 نوفمبر رشيد عطينا التصريح تاعك الخنسله خطوه معاك تاعك كانت خنسله بس الغرام على بالي كيما راهم اقسم بالله يا احنا معاك يا رشيد، احنا معاك، 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 احنا
وعطينا برنامج كراسي. احنا معاك. اي بحث احنا محقورين. محقورين. احنا محقورين. كنت اول واحد من الخمسه مشات المسيره تاعك يا اليوم وبين حضورهم يا رشيد تفضل اذا على وجه ربي ما تخيبش الناس ما تخيبش الناس ما يخيب الناس ان شاء الله خمسه راهي ممشى على بالي محضرين محضوره راهم كانوا يجيو يدونا وعود والكلاب لنا الشياكه رشيد حاجه واحده ان شاء الله انا المشيه الاولى درتها بالخشله اول مره ان شاء الله 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 ان شاء شفتوا كيف خشنا ولا لا؟ ما شاء الله شعب خشنا وناس خشنا الخمسة رشيد رشيد الله أكبر رشيد الله يحفظكم الله يحفظكم